بسم الله الرحمن الرحيم. بهالفيديو إن شاء الله راح أشرح برنامج البريزي. برنامج البريزي هو واحد من برامج العروض التقديمية، يعني تقريبا نفس الباوربوينت الكينوت، بس طريقته يستخدم طريقة الزوم إن والزوم أوت، يعني طريقة العرض شوية مبتكرة أو غير عن الباوربوينت. عشان نبلش بالبرنامج نروح الانترنت اكسبلورر او الكروم وندخل اسم البرنامج، عشان نروح حق موقعهم اول شيء www.prezi. هذه هي صفحة البريزي، هذه هي يعني موقعهم الرئيسي، كهني شعار البريزي شعار الموقع. انزين، عشان نبلش العرض التقديمي عشان نشترك وياهم او نقدر نستخدمه في عدة طرق او عدة اختيارات. نضغط get started، هني في البابليك هو فري، كرييت بريزنت اونلاين، او عندنا الانجوي والبرو والتيمز، يعني كل واحد له ميزه غير عن الثانيه. احنا بما ان يعني احنا طلبه جامعه الكويت فعندنا الايميل الجامعي، عن طريق الايميل الجامعي نقدر نسجل بالبرنامج فري. راح ننزل تحت، نروح هني تيتشرز ستودنتس اند تيتشرز، نضغط عليه. هني في الاديو انجوي حق الاديوكيشن، راح نحط start with اديو انجوي، ضغطة واحدة. هني محتاجين الايميل ادرس حق الجامعة، يعني مثلا كل واحدة فيكم تروح الموقع الجامعة تدخل على رقمها، تروح من القوائم اللي فوق ملفي إذا ماني غلطانة، بعدين المعلومات الشخصية راح تلقون إيميلكم الجامعي اللي هو البريد الإلكتروني. هذا البريد هو اللي تحطونه هني، بعدها تحطون verify عشان تدخلون الباسورد. أنا بما أن مشتركة فيه من قبل فما راح أستخدم هالطريقة، بس أنتوا لأن أول مرة فهالطريقة. أنا على طول راح أروح login، انا اساسا ما اخذ تبع الاديوكيشن. هذا هو البريد الالكتروني تبع الجامعه، وانا يكون عندي باسورد من قبل. او اذا تبون في البرو اللي هو بفلوس، لا انه يعني في ميزات اكثر، بس احنا راح نستخدم اللي هو تبع الاديوكيشن. هذه الصفحة الرئيسية، يعني اذا سوينا لوج ان هذه الصفحة راح تطلع لنا. نشوف هني ان في all prezis new prezi، وانا من قبل كنت مسوية prezi باسم اللي هو سجاتا ميترا، يعني اي prezi تكونون مسوينه راح ينحفظ هني، راح يطلعون لكم تحت بعض سواء كنتم مسمينهم او مو مسمينهم. عشان نبلش انا راح ابلش نيو بريزي، ضغطة واحدة هني. طبعا على ما يتحمل. كهني license for educational use only، لان احنا خذينا الانجوي تبع الاديوكيشنال. راح تفتح لي، راح يفتح لكم صندوق الحوار هذا، في choose your template، يعني عندنا هني قوالب جاهزة ايا كانت من هالقوالب، او تختارون من اللي هني، او تقدرون start blank prezi، يعني يا انه تستخدمون ال use template، use template اللي هو القوالب الجاهزة وانتو تعدلون عليهم، او start blank prezi اللي يبلشون عرض تقديمي جديد بالبريزي انتو تسوون فيه كل خطوة. احنا راح نبلش start blank prezi، ضغطة واحدة. هذه هي اول ما تضغطون على start blank prezi راح تطلع لكم الشاشة كذي. هذه الدائرة اللي هي السنتر تبعهم،
تقدرون تحطون أي شيء تبونه داخل الدائرة أو خارج الدائرة. ما أنا أفضل يعني إن الدائرة من أول شيء يعني تحددونها ودلتونها تمسحونها، أو تقدرون تخلونها. إحنا لو إذا كذي لو نمسحها راح تصير عندنا الصفحة فاضية، ومثل ما تشوفون إنها مقسمة. التقسيمة هذه راح تساعدكم حتى بترتيب شغلكم، إن تحطونه يمين يسار، إن يكونون كلهم تقريبا على مستوى واحد. عشان نبلش العرض التقديمي في عدة أشياء لازم نعرفها. هني طبعا في اللي هو الشريط هذا في عدة أزرار. هني أول شيء حق التراجع، إذا أنا بما أني مسحت فأبي أتراجع عن المسح. وهني السيف وهو البريزي من البرامج اللي يحفظ لكم أوتوماتيكي، يعني على طول يحفظ، بس إذا تبين زيادة تأكيد أيضا ضغطي سيف. بعدين عندنا هني قائمتين insert و customize. insert فيها وايد أوامر، customize راح نعرفها بعدين. present عشان نبلش العرض نشوف طريقة عرضه. وهني هذيلي اللي هي هذه شير إذا كنا نبي نسوي حق البريزي بعد ما خلصناه، شير مثلا مع الفيسبوك، مع نبي نسوي له داونلود، هذا راح نعرفه أيضا بعدين. وهني التولز والإكزت. أول شيء راح نبلش إذا ضغطنا ضغطة واحدة على الدائرة هذه، هني راح نشوف راح تطلع لنا فوق مثل قائمة فيها ديليت إذا بنمسحها، الفيفورت نقدر نحطها حق الفيفورت، إن عجبتنا هالطريقة نقدر نحفظها عندنا يكون شيء خاص فينا، متى ما نبي راح نرجعها نرجع لها. بعدها راح نتعرف على هالأمر أيضا. هني عندي اللي هي الفريم أوبشنز، إن أقدر أغير شكله، بدل ما يكون سيركل مثلا أسوي ريكتانجل اللي هو المستطيل مثلا، أو أقدر أسوي براكت اللي هو كنا قوسين، يعني أقدر أغير شكله من هني اللي هو الفريم اوبشنز. انا راح ارده سيركل. وهني زوم تو فريم انه عشان يطلع لكم كامل، يعني انا لو كنت مسويت له زوم ان او زوم اوت يطلع لي كامل. ومثل ما نشوف هني انا اقدر احرك يمين يسار فوق تحت المكان اللي ابي 360 درجة اقدر احرك عن طريق الماوس، ويستحسن نستخدم الماوس العادي عشان حق الزوم ان والزوم اوت. بالزوم ان والزوم اوت اللي هي من العجلة اللي موجودة بالماوس، ك اذا ليه فوق طبعا هذا الزوم ان، واذا ليه تحت او ليه وراء اللي هو الزوم اوت. انزين الفيت تو فريم اللي قبل شوي شفناها الامر هذاك، لو كنا مسوين الزوم واكون محددة اذا كنت ابي احدد الدائرة هذه ما راح اقدر احددها لان انا وايد مسويه زوم. لو ارجع ورا واطلع الدائره كامله اضغط عليها، اضغط عليها راح نشوف انها تحددت لي، والزوم تو فريم انها تكون يكون قياسها نفس قياس الفريم اللي عندي. طيب الحين انا هني كذي صارت عندي سيركل، وعرفنا الادوات اللي كانت طالعت لنا فوق. فأنا أنا هني صعب علي، لكن لو سويت الزوم أوت شوية وحددته قادرة أحدده. بعد ما خلصنا الأدوات هذه اللي فوق، هني هني عندنا على اليسار هذا هني شكله تقريبا نفس شكل الباوربوينت، إن الباوربوينت عبارة كل مربع عبارة عن سلايد. هني لا، كل مربع راح يطلع لي عبارة عن حركة، يعني أنا هذه تعتبر حركة. إذا راح ندرج بعدين زيادة راح نشوف إن كل شيء راح يندرج هنا على اليسار عبارة عن حركة، غير عن الباوربوينت اللي كان كل شريحة عبارة يعني عن كل واحدة عبارة عن شريحة غير، هني لا. وطبعا راح نقدر نضيف وراح نقدر نمسح وراح نقدر نغير أماكن. هني عندنا اللي هو الفريم هذا، إذا كنت أبي أضيف أنا هني هالشكل بضيف عليه بعد شكل، أضغط وأسحب أقدر أضيفه داخل أو أقدر أضيف برا، أقدر أضيف المكان اللي أنا أبي. إنزين ما كنت أبي أضيف هالشكل اللي هو السيركل، أبي أغير نحط هني السيركل فريم نغيره
نحطه brackets راح نشوف انه صار لي كله عبارة عن أقواس. لو وين ما أسحب وأحط راح يطلعوا لي أقواس. طيب أنا الحين راح أتراجع عن كل هذيل اللي أنا سويتهم هني على اليسار عشان أبلش أسوي بريزي إذا كنت أبي أسوي مثلا عن الكائنات البحرية. هذا هو الردة نفس ما كان من أول شيء اللي هو كان دائرة. عندي هني بالدائرة هذه أنا بمسحها، ما أبيها بعرضي، أنا بروحي راح أسوي اللي أنا الشكل اللي أنا أبي، راح أضغط ديليت. كل واحد حر طبعا تحطون المكان اللي تبونه بالشكل اللي تبونه. أول شيء راح أبلش فيه إنه راح أكون كاتبة الكائنات البحرية. إذا كنت راح أكتب ببريزي راح يكتب لي إنجليزي فقط، لا يقبل اللغة العربية. يعني لو أضغط أي مكان أنا أقدر أضيف فيه نص. لو بالإنجليزي أنا راح أقدر أكتب مثلا فش بالإنجليزي، أوكي فش. إنزين بغيت أكتب هني مثلا هالصوب كلمة بالعربي مثلا سمك، أغيره. شوف هني غيرت له إلى اللغة العربية وبأكتب سمك. نشوف ان البريزي ما يقبل اللغة العربية فتطلع لي بدل الاحرف قاعد تطلع لي مثل المربعات هذه. الحل حقها احنا بما اننا نستخدم العربي وايد فاكثر برزنتيشناتنا تكون بالعربي، انه راح نحفظ مثلا نروح الباوربوينت، خلينا نتراجع، نروح الباوربوينت نكتب النص اللي نبي بالعربي ونعدل عليه، نعدل لونه، نعدل شكله، نحط له إطار الشكل اللي نبي، بعدين نجي ندرجه هني كصورة، كصورة PNG عشان تطلع لنا. يعني أنا الحين أبي أكتب الكائنات البحرية، أي هني أكتب باللغة العربية طبعا الكائنات البحرية، أحدده أي فورمات. طبعا أول شيء الهوم أعدل حجمه، أبي يكون أكبر. أبيها أكبر، أبيها بولد تكون. إني هني مثلا أغير لونها، اللون اللي أيا كان اللون، مثلا اللون الأحمر. أبي حوالينها الجلوف مثلا أزرق الطريقة اللي أبيها. خلاص عجبني شكلها كذي، أبي أحطها بالبرزنتيشن بالبريزي تبعي. أضغط عليها بالرايت كليك وأحفظها كصورة، سيف أز بيكتشر. راح إني نحدد هني المكان اللي نبي نحفظها فيه، مثلا بحفظها بالديسكتوب. أحط لي فايل خاص أسهل لي، أكتبه مثلا بريزي أحفظ الصورة كPNG هني من الـ Save As Type. إيا كانت وهي أنا أروح أحطها PNG عشان تكون خلفية الكلمة تكون شفافة عشان ما تخرب علي عرضي إذا حطيت هناك خلفية. فأنا هني حفظتها بالديسكتوب بالفايل اللي أنا توني سويته وسيف. أي هني مرة ثانية بالبريزي أحط هني insert. هذه إحنا عرفنا إن في insert وcustomize. insert راح نختار image، أنا حفظتها كصورة. إنزين insert image طبعا عندنا insert from file او هني حق بعدين حق الصور، بس انا الحين بما اني ابي ادرج اللي توني حفظتها ف from file. اي الديسكتوب عندي البريزي وهذه هي الكائنات البحرية. اوكي طبعا على ما تندرج كاهي هي الكائنات البحرية، واقدر طبعا أتحكم فيها، أتحكم بحجمها،
أقدر، هني عندي علامة الزائد علامة الناقص، الزائد عشان الزوم إن، والناقص الزوم أوت، والإيد هذه عشان أحركها أسهل لي. مثلا أنا بحطها هني وأصغرها شوية. إنزين، هذه هي الكائنات البحرية. أوكي، أبي أحط هني مثلا أول كائن بحري بيتكلم عنه، مثلا أبي يكون مثلا السمك، إيا كان نوع السمك مثلا أسماك الزينة. إني هني أول شيء insert image أبي أحط صورة، فعندي من قائمة insert اخترنا image، عندي select from file إذا أنا عندي صورة وأبي أدرجها، أو search image on the web إذا أنا أبي أدور من الإنترنت، أو عندي هني الصورة اللي هو حاط لي إياها. أنا أي هني مثلا أكتب، إذا كنت مثلا أبي عن مثلا الفش أو جولد فش نكتب. وإنتر. شوف إن هني يطلعوا لنا الصور، الصورة اللي نحس إنها نبيها حق عرضنا نقدر ناخذها، يعني مثلا هذه. نضغط عليها ونسحبها للعرض، كاهي الصورة اللي احنا اخترناها اللي هي الجولدفيش. نلاحظ هني ان الصورة خلفيتها شنو؟ بيضة، ممكن انها تخرب علي عرضي. اسهل لي ان احفظها كبي ان جي، يعني نفس ما حفظت هني الكلام بي ان جي اكون دارجة الصورة هني واحفظها كبي ان جي عشان كلهم تصير خلفيتهم شفافة. بعد ما ادرجنا صورة السمكة اصغرها مثلا اخليها هالحجم، اقدر ايضا من insert، انا الحين حطيت كلام، عرفت شلون ادرج كلام من كصورة إذا باللغة العربية، وعرفت شلون أدرج صورة. الحين إذا كنت مثلا أنا بستخدم اللغة الإنجليزية بالكتابة عشان أعرف طريقة الفورمات تبعها، نكتب مثلا، خلنا نكتب هني مثلا فوقها أي مكان راح نضغط راح تطلع لنا اللي هو صندوق الحوار. لو نكتب golden fish بعدها هني عندنا الشريط اللي فوق هذا، طبعا التايتل اذا كنا بنخليه كعنوان، السب تايتل او كبودي، احنا مثلا نخليه كتايتل. عندي هني اذا كنت ابي اصغر حجمه اكبر حجمه، او اقدر عن طريق الاسهم اني اكبر واصغر. عندي بعدين هني حق اللون، إذا كنت بخلي لون الأحمر اللون الأصفر أغير لونه، وطبعا مثل ما ملاحظين إنه ما له داعي أحدد عشان أغير، أنا بس هي ضغطة واحدة التحديد هذا يكفيني بإني أعدل. اللي إذا مثلا طلع لي هني أبي أطلع الشريط اللي قبل شوي كان اللي هو edit text، وأكمل اللون نخليه الأزرق، إذا بنخليه مايل نخليه مثلا bold أو مو bold. هني إذا كنا بنخلي مثل هايلايت، وطبعا إذا كنا بنخلي في نقاط مثلا كنقاط نكتبهم تحت بعض أو لا، وهني المحاذاة نخليه مثلا بالنص وهكذا. نكبرها شوية ونحركها ونخليها فوق السمكة. كذي عرفنا شلون ندرج كلمة باللغة العربية، وشلون كتبنا كلمة باللغة الإنجليزية وقدرنا نعدل فيها،
وعرفنا شلون ندرج صورة من الويب طلعناها، أو إذا عندنا صورة من الفايل اللي هو select file، وأقدر أختار الصورة اللي أبيها وأسوي لها إدراج. عرفنا هنا حق الصور، إني هنا symbols and shape لقطة واحدة. هذيلي أهم الرموز اللي يطلعوا لي. عندي مثلا أبي أختار من هنا مثلا cute symbols، مثلا أختار صورة، ننزل تحت مثلا صورة النجمة، نضغط ونسحب، نكبرها، نغير مكانها. كنا مثلا نبي هني shapes الأشكال الهندسية، أيا كان نوع الأشكال اللي إحنا نبيها موجودين هني. طبعا هني اللي يكون لونهم أبيض مثلا، هني اللي يكونون أسود، اللي photographic، يعني عدة أشياء. أنا هني أدرجت اللي هي رمز النجمة. بعد ما خلصنا من الإيمج والسيمبل عن شيبس، هني يوتيوب فيديو. إذا أنا كان عاجبني فيديو من اليوتيوب أقدر أدرجه بعرضي أيضا. لقطة واحدة هني محتاجة paste YouTube link. أنا أكون يعني أدخل اليوتيوب، ندخل يوتيوب الحين، يوتيوب مثلا، بما ان انا قاعد اتكلم عن الكائنات البحرية وحطيت اول جزء عندي كان الجولدن فيش، مثلا اطلع فيديو عن الجولدن فيش. بعد ما اخذ، بعد ما اختار الفيديو مثلا، انا اخترت هذه، اخذ اليو ار ال تبع الفيديو، كوبي، واضغط هني، ارد هني الانسرت يوتيوب اللي هو بيست، كنترول في او البيست وانسرت. نشوف ان اندرج لنا الفيديو هني كهو. طبعا اقدر اصغره، اقدر اكبره. انا بصغره وابي اخليه تحت السمكة، او ابي اصغره وايد وايد عشان بعدين الزوم يطلع عليه أكثر، يكون تحت السمكة الذهبية. نكمل مرة ثانية القائمة هذه. عندي هني My Content. My Content إذا ضغطنا عليها نشوف هني على اليمين عبارة عن الفيفوريت. أنا مساعدت لكم إذا كان في شكل عاجبني، يعني مثلا هالشكل، أو أنا كنت هني مسوية ستايل عاجبني، يعني مثلا عشان انا الحين مثلا جولدن فيش مع السمكه مع الفيديو عاجبني شكلهم كذي، ابي استخدمهم باكثر من عرض. عشان احددهم اول شيء ويا بعض اضغط شيفت مع كليك واسحب، حددتهم. وطبعا انا ما كنت ابي هذين ويا بعض، حددتهم عفوا. اني هني بعدها اقدر اسوي له، لو مثلا اختار هذيلي كلهم عشان يكون اوضح لنا، اقدر اخليهم كجروب، ان احفظهم كصورة واحدة، ان بعدين حتى بتحريكهم تصغيرهم تكبيرهم يكونون ويا بعض، او اخلي كل واحدة بروح. لو حطيتهم بالفيفوريت ضغطة واحدة، طبعا على ما يندرجون هني، أقدر أرد أنزلهم مرة ثانية كاهو كاهو. الشكل اللي أنا كنت مختارته راح يكونون كل واحد بروح، لأن أنا ما سويتهم كجروب. لكن لو هني كنت مسويتهم كجروب، أضغط جروب أول شيء، بعدين أحطهم بالفيفوريت، لو أبي أنزلهم هني ننزل الثانية،
تراجع، ننزلها مرة ثانية، نشوف إن كلهم صاروا كجروب واحد كهي، وأقدر طبعاً أحركه. شلون هي؟ شلون حطيتهم بالفيفوريت؟ أختار اللي أبي، سلكت، وطبعاً قلنا إذا سلكت أكثر من عنصر شيفت مع كليك ونسحب. أختار اللي أنا أبي، أضغط على فيفوريت. إذا كنت أبي ألقاه حق المرة الثانية نروح insert my content، يعني لو مثلا لو طلعنا منها insert my content الفيفوريت اللي أنا كنت حاضلتهم بالفيفوريت. احنا نحط تراجع، ليه اخر شيء وصلنا اللي هو ادرجنا الفيديو. بعدها عندنا اللاي اوت، اذا كنا بندرج من هنا مثلا الاشياء الجاهزة، يعني مثلا الفريم داخله بنحط فيه صورة وكلام، او مثلا هني فريم الدائرة داخله صورتين، وكأني فريم الدائرة داخله صورتين وتكست، هذول يكونون جاهزين. عندي هني درو ارو، اذا كنت ابي ارسم سهم، ابي ارسم خط، الهايلايتر يعني درو ارو، اذا كنت مثلا ابي امد سهم من هني لهني مثلا، الانسرت اللاين اذا كنت ابي ارسم لاين مثلا يربط لي هذا بهذا، انسرت هايلايتر، هايلايتر يعني مثلا انا عندي هل الجولدن فيش هذا ابي اسوي له هايلايت، ظللته، انسرت نكمل، اد باك جراوند ميوزك اذا انا كنت ابي احط موسيقى خلفيه حق عرض التقديمي. وبعدين عندي from file pdf او فيديو وPowerPoint، يعني اذا انا عندي هالعرض التقديمي هذا اللي يتكلم عن الكائنات البحرية، اذا كنت ابي انا عندي فيديو حافظته مثلا عن الدلافين، راح اضغط insert اي هني from file pdf، اذا انا عندي مثلا معلومات او عندي ورقة عمل مسويتها انا مثلا حق الطالبات اكون حافظتها كPDF، واجي انزلها من هني insert from file pdf، اقدر احط صورة ورقة العمل بالمكان اللي انا ابي، او اذا عندي فيديو اقدر انزله. الفرق بين الفيديو اللي راح انزله الحين والفيديو اللي تو نزلته من يوتيوب اللي هو هذا انه كاهو الفيديو اللي هو عن الجولدن فيش، ان هذا محتاج اكون شابكة بالانترنت عشان اشغله، بس الفيديو اللي راح انزله من اللي هو from file insert from file فيديو هذا ما يحتاج انترنت، لان انا اكون منزلته من قبل. او عندي الباوربوينت، اذا انا عندي عرض تقديمي كامل انا كنت مسويته بالباوربوينت مثلا يتكلم عن الكائنات البحرية وعاجبني وابي اضيفه حق عرضي، ايضا اقدر اضغط عليه واختار من وين ما ابي عندي عرض تقديمي واحطه. اول شيء عندي from file، مثلا انا بحط الفيديو اي هني، تختارون المكان اللي انتو حافظين فيه، مثلا انا بحط هني فيديو عن الدلافين، طبعا على ما يتحمل، وراح يطول شوي لان الفيديو يمكن شوية طويل، فانا بخليه هني هذا مكانه على ما ينزل. عندي هني اذا كنت ابي انزل الباوربوينت مثلا، انا كنت مسوية باوربوينت عروض ضوئية عن الكائنات البحرية، اوبن، نشوف طريقة دراجة شلون راح تصير، راح يطولون لانه شوية طوال، ما علي نكمل احنا. فعرفنا الحين من insert الايمج السيمبل، عرفنا هذيلي كلهم شلون نقدر ندرجهم وكل امر شنو نقدر نستخدمه. عندي هني بعد الكستمايز، كستمايز اذا ضغطنا عليه والمفروض يطلع هني
انزين انزين ما يخالف، احنا الحين كنسلنا الباوربوينت لانه وايد راح يطول، لانه هو عبارة عن عدة فيديوهات داخله. بس اقدر اذا كان عندي شيء، اذا مثلا كنت اقدر ابي انزله راح ياخذ وياي وقت، وهاي مشكلته. بس بشكل عام طريقته جدا سهله، انه من انسرت باوربوينت وراح يندرج لي بالمكان اللي انا اختاره. يعني شوفوا انا مع اني منزله فيديو عادي، بس شوفوا للحين مطول، ما بالكم الباوربوينت. بس لان انا حاطه فيه وايد فيديوهات عشان كذي راح ياخذ وقت. عندي هني رحنا الكستمايز، ضغطنا ضغطه واحده على الكستمايز، طلعت لنا كهني الكستمايز عباره عن الباك جراوند ايمج. اقدر الباك جراوند ايمج، يعني انا هني الخلفيه شنو؟ بيضة. لكن انا اقدر اختارها من فايل اذا عندي صوره عجبتني، مثلا ايا كانت الصورة، مثلا صورة التلفزيون. اوبن نشوف ان صورة التلفزيون كلها صارت ورا عرضي. يعني لو احط الزوم اوت نشوف ان صورة التلفزيون صارت ورا عرضي كاهي. هذه هي صورة التلفزيون اللي انا حطيتها. انزين ما ابيها، اضغط على طول ديليت، راح تمسح لي الصورة. نقدر نختار الصورة اللي نبيها اذا كنا حافظينها من قبل. شوفوا هذا للحين نطور. اني هني السيم، يا ان نختار سيمات جاهزة، يعني مثلا نختار هني الفريش، نشوف شو راح يتغير الشكل. شوف ان الوان الاسهم تغيرت. هذا راح ادلته، بس انه راح اقدر انزل الفيديو هنا لانه وايد مطول. ديليت، او اقدر مثلا بدل فريش اختار نايت. نلاحظ انه راح يتغير الحين. هذه هي النايت، الباك جراوند كانوا مخلينها لون اسود، الاسهم لونهم البرتقالي، الهايلايت باللون الازرق. يعني هم محددين كل شيء عن طريق الثيم هذا. او هنا عندنا وايد ثيمات نقدر نختار منهم جاهزين. مثلا انا مو عاجبني هالثيم، ابي مثلا انا بروحي يكون عندي ثيم او بعدل على شيء، نضغط على ادفانس. من ادفانس نروح على الويزرد عشان نختار. يقول لي مثلا هني اول شيء الباك جراوند اي لون تبينه، مثلا اقول له ابي لون البنفسجي. اوكي اللوجو، اذا كنت انا بروحي مساع على مكان هني لوجو بريزي، اذا انا كان عندي لوجو ابي احطه اقدر احطه. نيكست مثلا التايتل، اي تايتل عندي مثلا ابي يكون لونه اصفر، التايتل الاول. زين التايتل الثاني مثلا ابي احمر. البودي مثلا يكون لون النص ازرق. نيكست يقول لي السيركل، انا مو حاطه سيركل، بس لو كنت راح احط سير، لو كنت حاطه سيركل مثلا ابي اخضر. البراكتس اذا حطيت ابي يكون لونه مثلا اسود. انزين الاسهم ابي يكون لونهم ازرق غامج. الماركر مثلا ابي باللون البرتقالي. اوكي اضغط دن كاهي. التعديلات اللي سويتها كاهي هني، الخلفيه بنفسجيه، الاسهم لون ازرق، الهايلايت برتقالي، هذه كلها انا سويتها. يعني لو كنت ابي احط هني براكت راح تشوف راح يطلع باللون الاسود لان انا اخترته اسود. لو مثلا السيركل لو اقدر احطه، لو ابي احطه هني باللون الاخضر اللي انا اخترته. يعني اقدر انا اتحكم بالالوان، بالاحجام، اي شيء انا بالطريقه اللي انا حابتها اقدر اسويها. انزين
بعد ما خلصنا، بعد ما تعرفنا على الأوامر، الحين لازم نعرف شلون نسوي الحركة. يعني أنا لو هني عندي هذا عرض التقديمي، خل أمسح السيركل وأبي أمسح البراكتس، أبي أضيف هني الجولدن فيش، أبي أضيف هني بعد شغلة عشان أربطهم ببعض أو عشان نبين طريقة العرض. هني أبي أضيف مثلا بعد كلمة، أبي أكتب بدل الكائنات البحرية أبي أخليها مثلا هناك حطينا الجولدن فيش، هني نكتب مثلا بالعربي الأسماك الذهبية. راح ناخذه مرة ثانية، أول شيء أعدل عليه، بغير لونه، أبي أخلي لونه أخضر، أبي الهايلايت مثلا بالبنفسجي، أبي طريقة عرضه مثلا تكون كذي أو لا بهالطريقة، وأبي أكبر حجمه شوية، أبي أغير أول شي نوع الخط، أبي أخليه أندلس مثلا. كل شيء أقدر أتحكم فيه هني بالبوربوينت. بعدها أضغط رايت كليك عليه وسيف أز بيكتشر نفس ما سوينا أول شيء مع الكائنات البحرية بالديسكتوب، وطبعا أختار PNG عشان خلفيته تكون شفافة. احنا من الساعة شفنا صورة السمكة كانت خلفيتها بيضة لأن ما حفظتها KPNG، بس إذا حفظتها KPNG الخلفية بيضة. نضغط سيف، أي هني بالبريزي أحط insert image طبعا select from file من الديسكتوب أنا حفظتها، لأن أنا ما تتحمل كاهي خلفيتها شفافة، أقدر أحركها المكان اللي أبي. مثلاً أنا بيخليها تكون هالصوب، أبيها فوق، أبي حجمها صغير عشان الزوم يكون عليها وايد. أي هني بعد ما تعرفنا على أدوات اللي فوق، وطبعاً عشان أشوف شغلي كامل أضغط على البيت. يعني لو أنا كنت مسوية زوم إن زيادة على الجولدن فيش وجيت هني وضغط على علامة البيت، راح أشوف إن أنا عرضي كله كامل. لو أنا هني مثلا حاطة دائرة أيضا راح أشوفها، كهذا هني موجود، دائرتي موجودة، بس كلمة أسماك الذهبية أيضا موجودة. إذا ببلش بالحركات، أي هني بالإديت باث ضغطة واحدة اللي من جهة اليسار، أنا أبي أول شيء تبلش لي البرزنتيشن عن أول شيء يحط لي على الكائنات البحرية. أول شيء بشكل عام أبي يكون الهوم، بعدها أحط أول شيء add sir، هذه حطيتها الحركة، هذه الحركة ما بيها بمسحها، هذه هي الحركة الأولى إنه يطلع لي عرضي كامل. الحركة الثانية أبيها مثلا إنك يتيلي زوم على الكائنات البحرية، الطريقة مثلا أنا أبيها ما بيها زوم وايد بس كذي كفاية، أحط أد ضغطة واحدة تشوف إنه انضافت لنا حركة ثانية. أنا قلت لكم إني ما راح تكون سلايدات، راح تكون حركات. خلصنا من الكائنات البحرية، أبي تيلي هني أول شيء على صورة الجولدن فيش، زوم على الجولدن فيش، نحط لها أد الحركة الثالثة. انزل بعدها أبي على الفيديو زوم 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 زيادة لأن أنا وايد صغرتها، فأبيها تصير زوم، بعدها أد، بعدين لا أنا قررت بعدين مثلا أضغط مرة ثانية على البيت عشان أشوف كامل، أبي هني على الجولدن فيش أيضا
تي حركة على كلمة golden fish أحط لها add. مثلا أنا هني سويتها بس لا قلت له أول شيء أبي تطلع المخلوقات البحرية اسم golden fish الصورة بعدين الفيديو، أقدر عن طريق كليك وسحب إنه أغير الأماكن ومن الساعة شلون من هني الأكس ريموف اللي هي مسحنا. أنا هني حركتها وغيرت مكانها، أبي أشوف الصورة كاملة. إنزين بعد هالحركة بعد ما يالي على الفيديو أبي يطلع الشكل كامل أحط لها أد، هذه حركة أضفتها. إنزين بعدين أبي زوم على كلمة الأسماك الذهبية اللي أنا حاطتها بعيد، أبي زوم وايد طبعا عن طريق اللي هي العجلة بالماوس أنا قاعد أتحكم وأحط أد. بعد ما خلصت أنا حطيت كل حركاتي، أقدر أشوفهم إذا مثلا ما أبي أسوي لهم برزنتيشن الحين، مثلا أبي أشوف هذه شلون طريقتها، أوكي أوكي وكذي أنا أكون قاعد أشوفهم. خلاص سويت حركاتي، أضغط على دن، أي هني present، وعن طريق يعني هني يقول لي is now full screen، أوكي allow، أنا أبي full screen allow. بعدها عن طريق لوحة المفاتيح أسهم يمين ويسار، يمين يعني الحركة يعني اللي بعدها، يسار إذا كنت أبي أحط الحركة اللي قبلها. أنا أول شيء أول صورة كنت حاطتها الكاملة، أضغط هني بالماوس، أول شيء حطيت كائنات بحرية، بعدها الجولدن فيش، بعدها الصورة، بعدها الفيديو سوينا زوم، أوكي بعدنا طلعنا إنها كاملة تبينت، بعدها أسماك الذهبية وخلصت. هذه هي، هذا هو عرضي. مثلا من هني أقدر أحرك أيضا إذا كنت بأرد عن طريق الأسهم، أو مثلا أضغط هني على الأسهم، أبي هني على الفيديو، إذا جيت على الفيديو أضغط على بلاي راح يشتغل الفيديو، لو كنت أنا حاطة فيديو أيضا راح يشتغل. هذا الفيديو اللي أنا نزلته من يوتيوب عن طريق ال URL. أوقف، أبي أطلع يا إن أضغط هني على ال exit full screen أو escape من لوحة المفاتيح. شوف إن هذا هو عرضنا، أبي أشوف كامل كاهو. وطبعا مثل ما قلت إنه هو ينحفظ بشكل تلقائي، بس أنا زيادة تأكيد أحفظه. إنزين إحنا من الساعة هني عرفنا هذيلي وعرفنا present هو طريقة العرض. إني هني اللي هو الشير، إذا أنا كنت أبي أشارك بالبريز اللي أنا سويته بعرضي مثلا بالفيسبوك أو المكان اللي أنا أبي، أو إذا كنت بسوي له download، download as PDF إنها تكون كصورة، ما أقدر أشوف الحركات اللي فيها إنها تكون كصورة. أما download as portable prezi يعني إذا أنا كنت أبي أخذ البريزي وياي مثلا بدون إنترنت أحط له download as portable prezi، يعني مثلا أكون الواي فاي مو وياي أو إيا كانت ما كان عندي إنترنت وأبي أشوف البريزي راح أحط download as portable prezi راح ينحفظ لي فأقدر أشوفه بدون إنترنت. بس الفيديوهات اللي نزلتها من يوتيوب اللي هو نفس فيديو الجولدن فيش هني ما راح يشتغل وياي إلا إذا كنت منزلته، يعني نفس ما من ساعة فيديو الدلافين بس ما كملناه لأنه طول. فيديو الدلافين راح يشتغل وياي لأن أنا كنت منزلته من قبل، بس اللي حطيته من داونلود يوتيوب هذا هو اللي راح اللي ما راح يشتغل وياي بدون إنترنت. وبعدين هني اكزت اذا كنت ابي اطلع منه، انا راح اضغط اكزت. نشوف انه طلع من العرض اللي انا كنت فيه، راح يكون هني كاهو موجود. إذا ضغطت على exit اللي كانت موجودة هني راح يطلع لي كاهو عرضي،
ومن هني أقدر أغير مثلاً، أنا ما أبي أسميه باسم فش، أضغط ضغطة هني أو على القلم وأقدر أعدل الاسم. مثلاً أنا أبي أسميه الكائنات البحرية. هني بما أنه برا العرض التقديمي أقدر أضيف باللغة العربية الاسم، أخليه باللغة العربية عادي، يعني مثلاً أخليه الكائنات البحرية وسيف. أنا كذي صار عندي عرض تقديمي عن طريق لبريزي سميته الكائنات البحرية. هني ديسكريبشن إذا كان عندي مثلا تعليق معين أبي أحطه، يعني مثلا كائنات البحرية مثلا أكتب مثلا مثلا للصف أيا كان مثلا الثاني ابتدائي مثلا. يعني وصفي عن هذا انه ملائم حق الصف الثاني الابتدائي، واحط له سيف. وطبعا بايرون كندر ان انا اللي مسويته، التاريخ 24 4 كل شيء موجود. اذا مثلا انا جيت هني ما عجبني البرزنتيشن هذا ابي امسحه، طبعا عن طريق هني عندي ديليت. زين اذا كنت ابي ادخل اعدل عليه الحين، اوكي هو موجود عندي هني، ابي اعدل عليه عن طريق الادت. اذا ضغطنا على يور بريزيز اللي هني راح يحط لي على يوديني حق اول صفحه طلعت لي لما دخلت باكاونتي. هني نشوف انه ضاف لي الكائنات البحريه، انا مو صح قلت ساعه في سجاتا مترا اللي انا كنت مسويته، هني الكائنات البحريه اللي توني سويتها. اذا ضغطنا من هني ضغطه واحده عليه راح يدخلني عليه على طول. نشوف انه يالي هني، وبعدين اذا كنت ابي اعدل عليه ادت. اذا ضغطنا على ادت ان انا ابي اسوي له تحرير ابي اعدل عليه، بس طبعا على ما يتحمل. راح اروح داخل البريزي هذا واقدر اعدل عليه، اضيف امسح اعدل حركه شيء ابي اضيفه عليه، ابي اضيف نص، ابي اضيف ايا كان اقدر اضيفه بعد ما ضغط على edit. ومن الساعة اللي كانوا فوق هني بالشير والبريزنت ريموتلي وهذيلي كانوا موجودين هني ايضا برا، داونلود السيف سيف كوبي كلهم موجودين، والشير ايضا كان موجود طبعا على ما يتحمل. هني حاط لي السيرفس داون انه هما تو ماتش بيزي انه يطلعونه، بس ما عليه لان الشبكة. يمكن اضغط عليه مرة ثانية نجرب. طبعا هني طالع لي انه waiting for prezi.com. نشوف ان احنا اي شيء قاعد نسوي اي شيء قاعد نفتحه قاعد يطلع لنا فوق هني كا your prezi مكرر، وهني البريزي اللي انا فتشيته توني. يعني لو اضغط هني كافو اول صفحة طلعت لنا بعد ما دخلنا بالباسورد، وهنا ايضا نفس الشيء مكررة، اقدر عادي كنسل واحدة فيهم. رد هني على ما يتحمل نفس الطريقة عليه. يعني احنا الحين عرفنا ان البريزي برنامج مهم حق العروض التقديمية اللي هي الزوم ان والزوم اوت. هذه هي كانت طريقة إدراج الصور والفيديوهات ببريزي.